أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن عند الصيام، يقول: ما الحكم في التالي؟ شخص سحب منه دم للتحليل أو التبرع، ماذا يلزمه؟ إذا كان الدم يسيرا عينة للتحليل فإنه لا يضر، أما إذا كان كثيرا للتحليل أو للتبرع فإنه يبطل الصيام، لأنه مثل الحجامة، وقد ثبت في الصحيح أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا مثلها. نعم. الفقرة الثانية يقول: شخص أضيف له دم من متبرع لحاجته. كذلك إذا أعطي دما حقن به دم فإن هذا يفطر الصيام، لأنه بمنزلة الطعام والشراب، لأنه يغذي البدن. الدم إذا أسحب به الصائم فإنه يفطر صيامه، لأنه مثل الأكل والشرب، يغذي البدن ويقويه. نعم.